ادخل فين يا عم؟ ليه يا اسماء فين هدير ولا ايه؟ اعمل لك زيح من هون ولا ايه؟ زيح دي اوعى يا بنت بقى عشان تبع هتقطع. اوعى يا بنت يا انت جاي تقول لي فيه؟ يا هلا بالرخيصة اللي بعت حالك رمال الفيلا والمصاري. انت مين انت؟ ابن جوزك اللي ما بعرف شو عملت له لحتى مات. انت كذاب، انا قعدت مع جوزي 10 سنين ما شفتش خلقتك، حتى يوم العزه ما شفتكش. خد يا ابني السلاح اللي معاك دول وامشي من هنا يلا. مين انت اصلا لحتى تحكي؟ ما هو وحده مثلك اكيد كانت عم تخون بي مع اللي بيسوى واللي ما بيسوى. ارجع يلا ارجع يلا ولا ارجع يلا ارجع يلا ارجع يلا. اديله يا دكتور. ايوه دكتور اديله. ارجع يا اديله. ادي ادي يا طارق. طارق هو على فرافير دي؟ تعالى سلمنا على كرمالك يا تعورت ولا ايه؟ تعورت؟ لا لا انا كويس. شفت جوزك يا بنت؟ 100 100. معارك قديم يا بنت؟ خد يا اخي اتنيل خش جوه دلوقتي. تعالى يا طارق. يابا يلا اسد يا اخويا اسد. اهو معلش معلش انا اسفه يا دكتور انا اسفه بس هو لازم برضه نطهر الجرح. لا لا اسفه على ايه؟ مفيش حاجه. هي كدمه بسيطه ان شاء الله الحمد لله. اه بسيطه. لا بس ما تغزنيش يعني يا دكتور، انت مش خناقات قديم مالكش في المعارك يعني مش منحرف. حد يخش بوشه كده في المعركه ده الضربه في الوش ما فيهاش معلش يا عم. بس بقى ده انت صوت تخبيط ركبك كان مغطي على الهليل اللي عاملها لنا بره. انا ايوه انا اسود. ما شفتيش الواد بتاع كرمالك هو بيجري مني؟ ده انت بس دول بصراحه. وجود طارق كان زمانك اتعجنت انت والبوابه اللي بره بتاعت البيت. ايوه هي العجنه دي بقى اللي انا كنت مستنياها. جاي تركب على السلام جاري. اعوذ بالله. طب يلا يا اختي امشي انا بقى. لا يا رب ارجعوا اطحنوا انتوا الثلاثه. معلش معلش يا اخويا الدكتور معانا. استحمل التلج شويه معلش. اللي قول لي يا دكتور طارق. نعم. هو انت شاهم كده مع الناس اللي بتيجي تكشف على كلابهم عندك ولا بس ده عشان خاطر عيون الهام؟ لا ما يعني مدام الهام عينيها حلوه قوي بصراحه. شفتي مش قلت لك؟ طب دغري ما مشي دلوقتي. اي في حاجه؟ اعملي لنا حاجه نشربها. اه ماشي بقى. عسل عسل يا بنت. ده معلش هم سخفه بصراحه يعني. لا لا خالص استظرفوا كده يعني. لا يعني ما قالتش حاجه غلط برضه. بقول لك ايه وريني بس كده وشك. بقول لك ايه انت؟ تتجوزيني؟ شفتي رالف؟ صحته جت على الخروج. ده حقيقي والله. انا حاسه ان انا بعطلك معايا يا دكتور. عطلاني ايه بس يا مدام الهام؟ ما انت عارفه انا بخلص شغل في العياده اخر النهار مفيش عطله ولا حاجه. وبعدين لوزه كمان بتحب تيجي تشوف رالف. مظبوط في دي بقى عندك حق. بعدين بصراحة يعني انت كمان محتاجة تغيري جو. في من ساعة المرحومة الله يرحمه ما توفى تقريبا ما بتخرجيش من البيت. والله أنا حاسة إن حياتي بقت كده. من ساعة المرحومة بقى على السرير ما بتحركش وبخدمه طول الوقت وفي رعايته. خلاص حسيت إن حياتي كلها بقت كده وصراحة مش عارفة أخرج من اللي كنت فيه. أنا كنت بحسد المرحوم من كتر يعني الحب والإخلاص اللي كنت بشوفهم في عينيه ليه. لا مش حب واخلاص قد ما كان يعني هو بصراحه راجل محترم جدا ويستاهل كل خير. انا مش هحكي لك عنه. انت من ساعه ما دخلت العيله وانت صديق لينا كلنا. ايه يا دكتور طارق ساكت ليه؟ في حاجه؟ لا مفيش بس يعني بحب ابص لك وانت بتتكلمي. دكتور طارق بقى. دكتور طارق برضه؟ مش قلنا طارق بس؟ انا بعتبر نفسي واحد من العيله. حضرتك يعني ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. ومدام شاهد طبعا. ويمكن بس الاستاذ كراكيب هو اللي ما بيتقليش. عندك حق كراكيب وده ملوش حل. بس شاهد يا خبر ابيض والله بتتكلم عنك كل خير وكل خير. تقعد تقولي ابن اصول ومحترم وما سبناش يوم من ساعه المرحوم ما مات. حقيقي بشكرك. ايه ده؟ شوف جبنا سيره شاهد اهي. انت جبنا سيره مليون جنيه. اه يا شاهد. ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني ايه بيتخانقوا؟ مين دول اللي عايزين يخشوا البيت؟ في حاجه يا مدام مليون؟ طب احنا جايين حالا. جايين حالا. في ايه؟ شاهد بتقولي ان في ناس اغراب عمالين يتخانقوا معاهم عايزين يخشوا الفيلا بتاعتك. يلا يلا نروح نشوف في ايه. طب هات بس رالف كم؟